النهارده احنا هنتكلم في غرب اسكندريه والساحل الشمالي ارتباطا بتطوير منطقه غيط العنب اللي هي موجوده في منطقه غرب اسكندريه. لتسهيل التحركات وحل الاختناقات المروريه في منطقه غرب اسكندريه والحد من الحوادث وخاصه في ظل خطه تنميه الشامله لمنطقه غرب اسكندريه والساحل الشمالي والخدمه المشروعات التنمويه الكثيره اللي بتتم في المنطقه، خططنا لتطوير الطرق في منطقه غرب اسكندريه ومحيط بحيره مريوط ثم الطريق الدولي الساحلي. طبعا في طرق قائمه موجوده، طريق اسكندريه الصحراوي والطريق الساحلي، ولكن في طرق تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفتره القليله قوي اللي فاتت دي، ويمكن استاذنا حضرتك وشغلناها وفتحناها للمرور تباعا. وصلت مينا الدخيله بطول 4.5 كيلومتر، ثم وصلت سيدي كرير 5 كيلو، ثم وصلت الكافوري بطول 23.5 كيلو. في طرق جاري تنفيذها حاليا ومخطط تطويرها ان شاء الله وتم اعتمادات ماليه ليها خلال العام المالي القادم، ويمكن احنا بدانا فيها دلوقتي دراسات وجلسات واعمال تصميمات، زي محور التعمير، زي محور 54، زي طريق ام زغيو بطول 8 كيلو. في طرق جديده تماما مخطط البدء في انشائها، ولكن يعني جايز يعني العام المالي القادم، وهي الطرق حول بحيرة مريوط شمال وجنوب البحيرة، وده طرق مهمة جدا. في كوبري الكيلومتر 21، وده كوبري مهم جدا وهنتعرض له دلوقتي، وتمت الدراسات والتصميمات بتاعته، وفعلا سيادتك اعتمدت المخصص المالي والتخطيط بتاعه، وبدأنا نشتغل في أعمال التصميمات، وإن شاء الله نبدأ فيه مباشرة في شهر يونيو القادم. بعد كده هناخد بسرعه قوي الطرق اللي تم الانتهاء من تنفيذها، ثم اللي جاري، ثم الجديده وكوبري السيارات، هنوضحها بسرعه. الطرق اللي تم تنفيذها، اولا وصلت وصله حره لربط مينا الدخيله بالطريق الدولي الساحلي، دي وصله بطولها 4.5 كيلو، ودي 3 حارات في كل اتجاه، بتشمل كوبري اعلى محور التعمير في منطقه تقاطع المحور مع محور التعمير، ثم طريق اسفلت 2 كيلو ربع تقريبا شامل المداخل والمخارج، طبعا بالاضافه الى كوبري علوي من ام زغيه وحتى ساحه الشاحنات عشان تدخل على طول على شاحه الشاحنات داخل مينا الدخيله. الطريق الثاني وهي وصلت سيدي كرير المطار بطول 5 كيلو، دي كانت واصله يعني كانت حالتها غير جيدة، طبعا تم تجديدها ورصفها بالكامل بطول 5 كيلو، وزودنا، وده كان أول مرة نعمل بقى في نطاق اسكندرية فكرة فصل الشاحنات اللي هي يمكن دلوقتي بتعمل مشاكل كتير في الحوادث، ولسه كان آخرها على الطريق الدائري، وإن شاء الله يبقى كل طرقنا في مصر بإذن الله نحاول نفصل طرق الشاحنات عن الطرق المستخدمة للعربيات الملاكي. دي وصلة سيدي كرير تمت بالكامل وانتهت بنسبة 100%، ودي بتربط الساحل الشمالي والقادم من الساحل الشمالي ثم من اسكندريه بمنطقه برج العرب. وصلة الكافوري برج العرب دي برضه وصله مهمه جدا، بتربط الطريق اسكندريه القاهره اسكندريه الصحراوي بمنطقه سيدي كرير ثم منطقه برج العرب، دي 23 كيلو وخمس حاره لكل اتجاه ايضا، والوصله دي وصله مهمه جدا عشان تربط الطريق ده ثم الى القادم الى المنطقه الصناعيه ومطار برج العرب مباشره. الطرق اللي جاري تنفيذها حاليا دلوقتي واحنا بنعرض على حضرتك، وصله حره لربط مينا اسكندريه بالطريق الدولي الساحلي، ودي كانت من الحاجات المهمه جدا، لازم نربط مينا اسكندريه والدخيله بالطريق الدولي الساحلي مباشره من غير ما نمشي بقى في الطريق الماكس ونعطل المرور ويبقى فيه زحام، عشان نقدر حتى نسهل العمل في المواني ونزود سرعه التداول في المواني، ونوصل ان شاء الله باذن الله لزيرو انتظار، حتى البضاعه نفسها تقعد يوم واحد في الميناء بحد اقصى ان شاء الله. المحور ده محور مهم جدا، طوله 2.3 كيلو، بيربط برضه محور التعمير بميناء اسكندريه بمنطقه باب 54، ودي محور مهم جدا اشتغلنا فيه دلوقتي يا فندم، تقريبا وصلنا الى 65-70% من المحور ده على الجانب الغربي لترعه النوباريه، عندنا فاضل فيه بس كان فيه 2 تعارض، منهم تعارض مع المنطقه بتاعه الصوامع واتحلت خلاص وشغالين فيها، يتبقى تعارض واحد في منطقه نجع اس ونجع الالومنيوم، ده ان شاء الله
بافتتاح سيادتك، وتشوف سيادتك ان شاء الله الافتتاح بشير الخير 3 في عندنا في نجع اسو في 52 وحده سكنيه بتتعارض مباشره مع محور الكوبري، هيتم نقلها ان شاء الله بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه والمنطقه الشماليه ومحافظه اسكندريه الى بشير الخير 3 والمحور يعني يكتمل. ولكن في مشكله اكبر في هذه المنطقه، وهي ان نجع اسو كله طبعا منطقه غير مخططه بالمره، فيها حوالي 700 اسره ساكنه فيها على الارض حوالي 21 فدان، كثافه عاليه جدا، بالاضافه الى طبعا ارجع تاني دي المنطقه اللي متعارضه مع المحور، ولكن المنطقه الخلفيه ليها اللي في تم حصر التوريات فيها 700 اسره طبعا يعني احنا نرى ان هي طبعا كل المنطقه دي تنقل الى بشائر الخير وتبقى منطقه مخططه ونستفيد بهذه الـ الارض. ادي ارض مهمه جدا، احنا عندنا ضيق في ارض اسكندريه، بنفكر لو طبعا اتصدع القرار ان احنا او اتصدع المقترح ان احنا ناخد المنطقه دي بالاضافه الى نجع الالومنيوم اللي مقابل ليها بعده. نجع الالومنيوم يا فندم برضو تقريبا فيه حوالي 1300 اسره، منه يعني حوالي 300 بيت على الترعه مباشره بالمنظر اللي موضح ده، يعني حاجات ممكن تنهار في اي وقت، حاجات ممكن لو الترعه دي الميه بتاعتها او منسوبها عالي شويه ممكن تغرق في اي وقت. فاحنا بنقترح ان ناخد على الاقل 300 منزل من هنا من نجع الالومنيوم مع ال 700 بتوع نجع اسو وننقلهم بالكامل في بشير الخير ونستفيد بهذه طبعا يعني زي ما سيادتك وجهت. هو الصرف بتاع المساكن ده على ايه؟ تحت امر يا فندم. الصرف الصحي. تمام يا فندم. على ايه؟ معظمها يا فندم على ترعه النوبريه. هترت النبري. ايوه فندم. طب اتفضل يا كامل. ناخد يا فندم المنطقه دي، وخاصه سيادتك وجهت ان احنا نطور ترعه النبريه ونبطنها ونخليها يعني حاجه مجرى مائي حضاري، وننقلهم الى بشير الخير ونحول دي الى منطقه لوجستيه لصالح ميناء اسكندريه.